اللقاء اليوم تعلمون بأنه المساعدين والمساعدات الاجتماعيات إحدى أهم الوظائف التي أصبحت لها قيمة إنسانية وقيمة إدارية ووظيفية داخل المسار المسطرة الإدارة القضائية. نحن نهتم بهذا الموضوع ونريد أن يكون في خدمة المتقاضين ووليجي المحاكم حتى نسهل للمتقاضي والأطراف عملية التعامل مع الجهاز القضائي ومع جهاز الإدارة القضائية. كذلك يجب أن نعطي لهذه الوظيفة حقيقتها وقيمتها باهتمامها بموضوع المساعدة الاجتماعية بلا أساس وليس القيام بوظائف أخرى. إضافة إلى ذلك يجب فتح مسار وظيفي للترقية بالنسبة لهؤلاء وكذلك تمكينهم من أن يحتلوا مواقع إدارية مهمة جدا. لذلك نحن هذا اللقاء لإعادة النظر والتكوين في مجال المساعدة الاجتماعية حتى نكون في مستوى خدمة المرتفقين لجهاز العدالة. Je suis content de participer à l'ouverture de cette conférence sur la justice et l'assistance sociale parce que nous croyons à l'UNICEF que les causes sous-jacentes qui exposent les enfants à être en contact avec la loi, ça a des racines au niveau social. Et le rôle de l'assistance sociale qui fait le tampon entre le secteur judiciaire et le service social est important pour pouvoir créer cet équilibre chez l'enfant et le maintenir aussi en contact avec sa famille. Je vous remercie.